بقولك ايه يا حبيبي، ما تيجي نسافر يومين كده نغير جو في اي حته؟ ممكن نروح الجونه، اسوان، اي مكان حلو انت بتحبه. في الظروف اللي انا فيها ده فيروز، صدقني تغيير الجو ده هيفرق معاك قوي في الظروف دي. مفيش اي حاجه هتفرق معايا في اللي انا فيه ده غير ان الهم اللي في شغل ده ينزاح. وعلى فكره لو رحنا احلى مكان في العالم واحنا بالنا مش مرتاح هنشوفه اوحش مكان. يا حبيبي واحنا مع بعض في اي مكان هنشوفه اجمل مكان. ان شاء الله الهم ينزاح واصفرك وهنتبسط ونرجع احسن من الاول 100 مره. هانت، ممكن اسالك سؤال؟ اسالي. انت لسه بتحبني زي الاول؟ لا، كل يوم بيعدي علينا بحبك فيه اكتر من اليوم اللي قبليه. امال انا ليه حاسه غير كده؟ ليه بقيت حاسه انك بعيد عني؟ على طول ساكت، ما بقيتش حاسه انك بتعاملني زي الاول. انت ليه ما بقيتش زين اللي انا عرفته؟ عشان الظروف اللي كانت حوالين زين اللي انت تعرفيه غير الظروف اللي حوالين زين دلوقت. بس ممكن ارجع زين بتاع زمان في حاله واحده بس. ايه هي؟ ان اشوف ابتسامتك تغمزت ده. وحشتني قوي. وانت اكتر. هانت، زي ما بقولك طه والد عمي بيحب ليلى اختي. ايوه يا بنت طه، شويه وهكلمك. طه مين يا صفيه اللي بتتكلم عليه؟ بتكلم عليه فين يما؟ في المحمول يا حبيبه امك. طه مين اللي بتحبيه وهو بيحب اختك؟ يما انت سمعتي غلط. انطقي يا بنت انطقي. يما طه والد عمي. بتحبيه من ميتة وهو بيحب اختك من ميتة؟ وليه الحكاوي الزباله دي ما تضحكهاليش؟ شربت خرز انا هنا. ما هي ايه ذنبها؟ ذنبها وذنبك. ليلى ملهاش ذنب يما، هو اللي مش تمام. ولا انت تمام؟ هي حبت بس يما حبت. ما عندناش بنات تحب. حاجه جت بالصدفه وما تقلقيش، خد اللي في النصيب. اللي في النصيب لسه هسمعهوله، هو وامه واخوه. يما يما عشان خاطري، عشان خاطري بلاش. تعبتوني 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 يا بلد بطني تعبتوني. حرام عليكم حرام عليكم، ربنا ياخدني ويريحني منكم. والله يا فندم جيتك دي بتنور لنا المكتب. والله تسلم يا زياد. تشرب ايه بقى يا فندم؟ ولا اي حاجه، انا قلت امشي رجليك ده واجي اقعد معاك حبتين. نورتنا والله يا فندم. انت اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. تمام. الا صحيح يا فندم مفيش اخبار عن التحقيق مع زين في المديريه؟ والله الناس كانوا كويسين معاه جدا وصدقوه. انت عارف زين ملفه نظيف وده هيفرق معاه كتير. طبعا يا فندم، بس الموضوع كبر قوي ووصل للاعلام، بيتهيألي صعب يتلم. والله الموضوع لو على تحقيق المديريه يبقى سهله، المشكله في تحقيق النيابه. ربنا يستر فيه على زين. ربنا يستر يا فندم. وامتى بقى ميعاد تحقيق النيابه ده يا فندم؟ بكره ان شاء الله. المشكله في الموضوع ازاي وصل للاعلام والنت. الموضوع ده فيه انه عندك حق، الموضوع واضح انه كايدي ومعمول عشان خاطر زين يتنقل من هنا. لو جت على النقل سهله، ده تعذيب افضى الى وفاه. دي لو اتثبتت على زين فيها فصله وسجنه كمان. ربنا يستر عليها. ربنا يستر يا فندم، ربنا يستر. الموضوع مش بسيط. انا قلقانه تروح لهم وتعمل فضيحه، نخسر مرت عمي واولادها. انا اللي قلقنا اكتر انها تقول لمنصور. طب ودي نهديها كيف دلوقتي؟ ما انت عارفه امك ما بتهداش. طب اطلع اتكلم معاها شوي. لا يا ليلى ما تتكلميش معاها، هتفوري دمها اكتر، ومش بعيد ساعتها تروح تجيبتها من اوضته. ده اللي فارق معاكي؟ ما خايفاش غير على المحروس بتاعك؟ ما خايفاش عليه، انا خايفه يفتكر ان انا اللي قلت لها ويقاطعني. بعد كل اللي حصل ده بتفكر تكلميه تاني؟ أني ما نعرفش ازاي جاله قلب كده يمشي قدام الخلق عيني عينك. طب أني لو منه كنت هربت. ولسه لما تتثبت عليه. هتتثبت يا ابوي وسيره عيله الجناوي هتبقى في الوحل. خلاص يا ولدي بقيت في الوحل. انت بتجراش جرايد ولا ايه؟ حق ده التلفزيون والبرامج ما وراهمش حاجه. زين القناوي عمل، زين القناوي سوى. انت اقولك يا امينه اوعي تكوني زعلانه عليه. زعلانه ده ايه؟ ده اللي يجي على ولدي افرح واشمت فيه وزغرت كمان. الله، طب ما زغرت يا ولدي.
بتزغرت عفش. يا بنا لا ضربت حد ولا قتلت حد، بس كل المحتجزين شاهدوا عليك. قابضين يا بيه، اللي ضرب الواد قابض واللي شاهدوا عليها قابضين. وبعدين حضرتك ما جابهمش من الجامع، انت جابهم من حجز، يعني مجرمين. هتصدق مجرم متكذب ظابط؟ انت بتقول قابضين يا زين؟ قابضين من مين؟ قابضين من هتلر يا بيه، ما فيش غيره. حلف ما يسيبني من يوم ما قبضت على ابنه. انت نزلت الحجز في اليوم ده يا زين؟ نزلت بيه زي ما بنزل كل يوم اتم مع المحجوزين، وكان معايا الامين رضا. حي يرزق تقدر تساله. ماشي يا زين، هل لديك اقوال اخرى؟ لا يا بيه، اللي عندي قلته. اكتب يا ابني، اقفل المحضر في ساعته وتاريخه. واد قمر، الله اكبر عليه، ربنا يخليك. شكلك متضايق يا جليل. اللي عندها بيت شايله همها، فما بالك اللي عندها تنين يا صالحه. اللي عندها بيت تحب يدها وش وظهر، واللي عندها تنين صلي الربعنا ركعتين شكر. لو بيوروك اللي بيوريهولي هتعرف انهم هم. يا سلام، ده بناتك دول نسمه، انت اللي كتماها وكبتاها. انا؟ ايوه. فكرك اني ناسيه اللي عملتيه في ليلى؟ انت اصلك ما تعرفيش حاجه يا صالحه. ما اعرفش ايه؟ ما تتكلمي انت بالذات، ما ينفعش احكيلك. فضفض يا ولي. واد مش راجل ومش متربي ولا شافش تربيه، بيضايقهم وعمال يحوم حواليهم. قولي مين واحنا نكسر له عظمه. امتى اخر مره شفت اخوكي فيها؟ يوم ما اتقتل يا بيه. وعرفت تقابليه؟ قابلته يا بيه. مين اللي خلاك تقابليه؟ زين بيه معاون المباحث، اصله موسع علينا الامناء والعساكر انهم يعاملونا احسن معامله. مش معنى انت واخوكي؟ لان انا بلدياته يا بيه. انت ايه علاقتك بمعاون المباحث زين القناوي؟ الحاج صالح ابوه الله يرحمه كان بيعاملنا احسن معامله ومخلينا مش محتاجين حاجه، وكان بيساعدنا. زين بيه بيعمل نفس اللي كان بيعمله ابوه. طب يعني انت بتتهمي مين بقتل اخوكي؟ انا اتهم اي حد يا بيه الا زين القناوي، ده سندنا وظهرنا. بقول لك يا ابوي، لو هدى مضيت لنا تنازل عن ورثه هي واللي هتخلفه منك، خليها هتخلف. اللي انا سامعه ده صح؟ اه صح. الميت يا ولدي. الصراحة يا جدع، وقفت معايا وقفة رجالة يا موضوعي. غلبانة ونفسها في حتة عايل زي بقية الحريم. شاية طنطاو. أمر جناب. والله يا ولدي إن كان علي، أنا عايزها تخلف من غير لا ورق ولا يحزنون. واللي هيجي هو هيورث زيه زيك. المشكلة فيك أنت وأمك. والله لو موافقين، إيه أنا جاهز. أنا موافق، بس هي تمضي التنازل. أمك وافقت؟ لا لسه، بس أنا لو قلت لها مش هتقول لها. لا يا حيل، قول لها الأول وظبط معاها كل حاجة، وبعدين ابقى قول لي. ماشي يا أبوي. الشاي زفت. خير يا حاجي سالم، خير يا حاجي عبد الحميد، جلكتوني. بصراحة يا زين يا ولدي مش عارفين نقولوا لك ايه. الناس كلمة تجيبها وكلمة توديها. البلد بتتكلم على الوادي اللي قتل في القسم على هدك، لكن احنا واثقين من براءتك يا ولدي. تقصيرا للكلام يا شيخ سالم، اللجنة انعقدت يا زين يا ولدي، واضطرينا نعزلوك من منصب القاضي العرفي للبلد لحد ما ربنا يكرمك وتظبط براءتك. ما تقلقش يا ولدي، كلنا في صفك. طبعا كلنا في صفك، ده انت ولدي الحاج صالح. انت يا مسعد، انت اللي بتقول الكلام ده؟ يبقى انت وابوك عايزين اتخلف.
عايز جيبها ابوك تخلف وتكدني وتجهرني اكتر ما يجهراني. اسمعيني بس يا أم. اسمع ايه؟ اسمع ايه؟ ده ابوك خد عمري كله قال ايه؟ عايز يخلف. ياما ياما دول كلمتين سمعتهم. الكلام ده مفيش منه كلمه هتتنفس يا ولدي. دي لو جابت العيل من ابوك هترمينا انا وانت في الشارع على جثتي ياما. حتى انت، حتى انت يا ابني بطني. هي بتضحك عليكوا كيف؟ كيف بتاكل معقولكوا حلاوي؟ خلاص ياما خلاص، الكلام ده مش هيحصل وكل اللي انت عاوزاه هيتنفس. بس بقى حال ما انت ست الكل، انا اقدر ازعلك